غضب عارم هنا بقرية العالية ببلدية فلفلة شرقي سكيكدا بسبب غياب الماء الشروب عن حنفية السكان لأزيد من شهرين كاملين، ما جعلهم يعيشون ظروفا قاسية خاصة وأن الوضع تزامن وموسم الصيف. كانش الله غالب ما كانش الماء، كارثة هنا كارثة. الناس كل فلاش راهي الفين دار وراهي تعاني. رمضان كامل ما شربناش قدام اسمه نجيبو بالطنوات. البارح برك انا جبت طنوب ب 80000 لتر ب 80000. راهو عندنا من قدام رمضان ما كاين الماء، وحنا نشريو بالصوارد فلسنا، لا صوارد لا والو، ما كاين والو، حبسنا الراس. بعد الواحد يخلص 18% في البلديه يشري ب 170000 الصريج، 170000 يشري في الصريج يجي 4-6 صهاري في الشهر. كم البقاله؟ واش بقاله؟ بقاله على مدان، كل اهل العالي اصبحت مدان عند الحوانيت من اجل الماء. حالة من الاحتقان الشديد والغليان الكبير تعيشه المنطقة دفعت السكان لغلق مقر البلدية والاحتجاج في أكثر من مرة، غير أن السلطات لا تبالي، ما جعل السكان يحسون بالقهر والحقرة والتهميش. نهزوا شوارك ونروحوا 3 كيلو ونجيبوا هنا الماء باش نعمروا. يتورى اسكن الواحد عنده 10 من الناس، يكفينا الماء هذا نشربوا برك، نشربوا برك. رانا أزمة كبيرة أخي، أزمة كبيرة تاع مسجد العالية، والله ما يسع الماء. كتر خير كتر خير ناس متطوعة ومتبرعة. يا تاريخ كل شيء حي، وأي شيء هنا موجود. أنا ماذا بينا صلوا علينا صلاة الجنازة، كبروا علينا 4، ماذا بينا في الوطن كامل. معنا الناس راهي ميتة، بدل الناس راهي ميتة حية، ميتة حية. العالية منطقة ثورية بامتياز، شهداؤها يروون هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية. لكن السلطات ترفض أن تروي عطش أبنائهم وأحفادهم وتدفعهم لأن يصرخوا قائلين صلوا علينا صلاة الغائب فنحن موتى.